نظرة كيفاش عارف صافي بتتعج صافي واش هذا الحيطه اللي هو الملاح هذا الملاح الملاح هذا اللي هو نحن هذاك المعلمات مرا ديالو ما داكشي احنا في بجاد احنا بجاد السي المعلمه ديال اللي هو داك الشيء بقات نعم نشكركم هذا المعبد المعبد السي معبد أزقة القديمة أزقة القديمة جميل جدا والأغراس أغراس اللهم بارك وزيد في ذلك أبي الجعد ليلا أزقة ضيقة وجميلة منازل قديمة نعم احنا في حي القادريين وصندر ها الجامع ديالهم السياك لا غالب الا الله مسجد القادريين هذا مناظر جميلة ها الماء للعصافير والطيور والقطط والكلاب أغراس جميل جدا ما السليم ليه هذا سي مول القصب قصب السي مليح بارك الله أحياء أبي الجاد الساحة الكبيرة وسط أبي الجاد نعم أبي الجاد الجميلة فواكه الجاد ها الرحمة ديال القطران ولا تخو طاقة مليح اللهم بارك وزيد في ذلك هادو بعدا جوج حوانت لاتوخ القطران طاقة جميل جدا مع أذان العشاء أبي الجاد الجميلة اللهم بارك وزيد في ذلك هذا العشاء نعم الاخوان هنا قيصريه قيصريه مليح المليح حسين مليح اللهم بارك وزيد في ذلك سلامتكم كي درتو هانين بخير السلام عليكم الله المعين بسم الله الرحمن الرحيم الصمعة قديمة هادي سي سي شحال عمر هاد الصمعة تبارك الله شحال عمر انا مطورة زعما ندخل خلاص بعد نمشي اللهم بارك وزيد في ذلك سير سي سير 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 أقواس الساحة ديال الفقير أبي الجعد
اللهم بارك وزيد في ذلك.